مساء الفل والورد والياسمين على احلى واجمل مشتركين ومتابعين ومشاهدين بقناتي انا جرمين المحلاوي. اهلا وسهلا بيكم. طبعا اول ما شفته عرفت ان هو هنعمل باذن الله زيتون الاسود المخلل. عملت لكم الزيتون الاخضر ووريتكم الطريقه ووريتكم بعد ما فتحنا عليه ولونه قد ايه كان جميل، وان شاء الله كملوا معايا الفيديو للنهايه عشان في تكات مهمه جدا في تخليل الزيتون الاسود، وهسيب لكم في نهايه الفيديو طريقه الزيتون الاخضر والفيديو اللي احنا لما فتحنا على الزيتون كمان، عشان احنا ناس واثقه من نفسها ففتحت على الزيتون قدامكم وشفتوا قد ايه جماله وعجبكم جدا. مش هطول عليكم دلوقتي، انا اللي معايا ده كيلو. هديكي مقدار الكيلو وانت حابه تعملي اكتر طبعا زي ما انت عارفه هتضعف الكميه. بدايه انا جبت الكيلو، وما الزيتون الاسود اسهل بكتير من الاخضر، ما بيتنقعش اولا، بس غسلته حبايه حبايه لان هو بيبقى عليه تراب جامد جدا، فغسلته حبايه حبايه. دلوقتي ده كيس ملح بجنيه، ملح خشن. اول حاجه هعملها معايا، انا جبت مصفى وجبت طبق تكون المصفى بعيدة عن الطبق. ليه بقى؟ لان الخطوة اللي احنا هنعملها دي دلوقتي هتنزل، هتخلي الزيتون بتاعك ينزل مية. اول حاجة هعملها يا جماعة ادي كيس الملح، ما تقلقيش الملح ده الخشن ضروري يكون خشن، مش هيملح الزيتون، بس هيعمل ايه؟ هينزل كل المرارة اللي فيه، فالمرارة دي هتنزل عن طريق المية اللي هي، عشان كده بقولك لازم تحطيه في مصفى. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هرش الملح على الزيتون، مش هحرك الزيتون خالص، بس هغطي الملح سوري الزيتون بالملح بالطريقه دي. تمام، هجيب بس طبق. بصي يا ستي، انا مش هحرك الزيتون خالص. تمام، ادي الزيتون اهو متغطي بالملح تمام جدا. هجيب بقى طبق يغطي الصينيه بتاعتي، وانا هنا اهو كنت عامله ترمس. ايه الغرض بقى من الترمس ده؟ ان انا عايزه حاجه تقيله على الطبق تغطي اللي غطى الزيتون بالشكل ده. هوريكم برضو اهو بالشكل ده، الميه هنا بتاعت الترمس تقيله، فهي هتتك جامد، هتضغط جامد على الطبق اللي هو ايه مغطي الزيتون. هسيبه بقى بالشكل ده 3 ايام. الرابع هبتدي افتح على الزيتون، انا مش هقلبه، مش هعمل اي حاجه، مش هاجي جنبه خالص. زي دي اول خطوه، زي ما قلت لكم ان شاء الله نعيشنا وكلنا عمر باذن الله. رابع يوم هكمل لكم بقيه الفيديو واكمل لكم بقيه الطريقه. تمام كده، خلاص تمام ان شاء الله. بقى هرجع لكم بعد 3 ايام بالظبط باذن الله، اكمل الفيديو ونكمل الخطوات سوا مع بعض. دلوقتي بقى الزيتون بتاعنا عدى عليه 3 ايام وانا ابتديت اكشف عليه في رابع يوم. الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي ان انا هاخد الزيتون بتاعي يكون في طبق، وهبتدي اغسله من كل الملح اللي فيه ده. هو يدوبك اهو نزل شوية المية اللي هي فيها المرارة زي ما احنا اتفقنا. الملح اللي احنا حطيناه مش هيأثر على الطعم نهائي. تمام، فكل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا ايه هشطف كل الملح اللي فيه. اديني شطفت الزيتون خالص. اول حاجه هعملها ابتدي اضيف الزيتون، هحطه جوه البطرمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو لقيتي اي واحده حسيتي انها بايظه او مش كويسه ضروري ان انت تشيليها، ما تحطيهاش مع الزيتون. هحط بقى الزيتون كله في البطرمان زي ما اتفقنا، بس كده. ضروري جدا البطرمان يكون فيه شوية فراغ كده من فوق. معايا دي بقى نص كوباية ليمون اللي هو كوباية الشاي العادية، ده بالنسبة لمقدار الكيلو زيتون يا جماعة. نص كوباية ليمون، ومعايا دي شرايح ليمونة، وحوالي 5 فصوص ثوم سلام، ما تشقهمش حتى، يعني احنا يدوبك عايزين بس ريحة الثوم كده مع التخليل. الزيتون الاسود بيفرق في حاجات كتير مع الزيتون الاخضر. معانا برضو دي كلها، دي كمان نص كوباية خل. الزيتون الاسود بيحب الخل، احنا في الزيتون الاخضر ما حطناش خل نهائي. كل كيلو زيتون هحط معاه 3 معالق ملح لكل كيلو، 3 معالق كبار ممسوحين.
هبتدي اقفل الغطا وارج كده المكونات بتاعتي كلها مع الزيتون قبل ما احط ايه المية بتاعتي. انا كنت عملت لكم الزيتون الاخضر وعجبكم جدا، ان شاء الله باذن الله يعجبكم كمان الزيتون الاسود. بس تمام كده خلاص انا قلبت المكونات بتاعتي كلها مع بعض. هبتدي بقى اضيف مية وهسيب يعني يدوبك الجزء اللي في الاخر هو بس كده، ايه مش عايزة المية توصل لحد فوق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. اهو انا حطيت المية لحد الجزء ده. الجزء اللي بعد كده بقى لو انت عندك زيت زيتون يبقى حلو جدا معاه، هيدي طعم هايل باذن الله. لو ما عندكيش هتحطي اي زيت متوفر عندك. زيت الزيتون تخليل الزيتون الاسود بيحب الزيت كتير، يعني احنا في الزيتون الاخضر يدوبك حطينا حبة بس في الاول كده من فوق علشان ايه يمنع دخول اي هواء والزيتون ما يبصش منك اثناء التخليل، لكن الزيتون الاسود بيحتاج كمية زيت كبيرة. بس كده انا خلاص خللنا الزيتون. تخليل الزيتون الاسود سهل جدا. انا كنت خللت يا جماعة 4 كيلو بس انتوا طلبتوه مني لان عجبكم الزيتون الاخضر، فانا جبت عملت معاكم الكيلو ده. الزيتون الاسود لما بيتخلل بيبقى هايل بجد وبيوفر معاكي، لانه طبعا البطرمان بيتباع غالي. انا الزيتون اللي قبل كده اللي كنت خزنته الكلاماتا، لان انا بحب الزيتون الكلاماتا اللي هو بيبقى طويل ورفيع كده، بس ده بيبقى اغلى شوية من الزيتون التفاحي. الزيتون التفاحي انا جايبة الكيلو بتاعه ب 12 جنيه، يعني سعره حلو جدا في المتناول يعني. خلاص كده الزيتون الاسود اتخلل حلو جدا. هجيب بقى كيس اللي هو كيس التلاجة زي ما عملنا في الزيتون الاخضر بالظبط، اللي منكم شاف طريقة تخليل الزيتون الاخضر. ضروري جدا ان انت تعملي الخطوة دي علشان نضمن ان ما يدخلش اي هوا خالص اثناء تخليل الزيتون الاسود. هبتدي من باب الشكل الجمالي كده اقص الزيادات اللي هي في الكيس بالشكل ده، والزيتون بتاعك اتخلل بسرعة جدا. ان شاء الله يطلع معاك زيتون حلو قوي قوي قوي، احلى من بتاع بره واوفر كمان. خلاص انا اتأكدت كده ان البطرمان مقفول كويس جدا. هبتدي بقى ارج المكونات كلها مع بعض، ان انا اقلبهم كده مع بعض بالظبط بالشكل ده. ان شاء الله لو عندكم اي وصفة حابين تشوفوها قولولي. زي ما احنا شايفين احنا هنسيبه من 15 لـ20 يوم، كل 3 ايام هقلبه بالشكل ده. كل 3 ايام يعني، كل 3 ايام اقلبه وبعد، ويا ريت تكونوا حاطين تحتيه طبق يعني من باب الضمان. هو ان شاء الله مش هينزل اي حاجة بس من باب الضمان والتأمين هفضل اقلب فيه من فوق لتحت كده كل 3 ايام. ابتدي ايه اقلبه لحد ما نفتح عليه بعد 15 يوم، من 15 لـ20 يوم ان شاء الله تبتدي تفتحي عليه. وان شاء الله انتظروا مني فيديو قريب اول ما افتح على الزيتون زي ما عملت معاكم في الزيتون الاخضر. الحمد لله الواحد واثق من نفسه باذن الله، وان شاء الله يطلع الزيتون هايل. هعمل لكم فيديو برضو وهنفتح على الزيتون سوا واوريكم شكله باذن الله عامل ازاي. اهم حاجة بقى ما تنسوش اللايك للفيديو وتعملوا اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد بإذن الله. وجربي وخللي الزيتون الأسود، طريقته سهلة جدا وهيديكي بإذن الله نتيجة حلوة جدا. شايفين أساسا البطرمانز يعني شكله حلو قوي. يلا أشوفكم على خير في وصف.